العزيز، أنا مسيحية ومعلمة عند الرهبات، بس ظروف الحياة وهموم الحياة والمشاكل بتوديك لغير طريق وبتصير تعيس وحزين وكئيب. وبالصدفة عم بحضر برنامجكم وشفتك عم تشرح عن الإنجيل برنامج سهرة روحية. سهرة روحية. نعم، حبيت كتير كيف طريقتك عم تشرح عن الإنجيل، التسابيح، شكر يسوع دايما، وخبرات الشباب بالصبايا وبالفرح والمليون يعني اللي عم يحكوا عنه بهالطريقة اللي كتير حلوة، حلقة ورا حلقة ورا حلقة. اتصلت وقلت بدي أعرف بس شو سر فرحكم يعني للشباب والصبايا، والحمد لله طلعت على رياضة روحية واجتمعت بإخوة مباركين. اتصلتي بالست نعم سبعة، نعم خدتي رقم تليفوننا، نعم بعينيك رياضة روحية، نعم اختبرتي الفرح اللي نحن مختبرينه، نعم صرتي قاضي هون عم تخبري العالم، نعم جيت يعني لخبر تحولتي العالم من إنساني مشاهدة عم كئيبة بتقولي حزينة رافضة المجتمع مقهورة من كل شيء لإنسانة كتير مبسوطة وسعيدة بشغلة واحدة، لأنه علموني إخواتي المباركين إنه مش بس أقرأ الإنجيل، لأن أنا بنت مسيحية يعني نعم كنت أقرأ الإنجيل وروح على الكنيسة، عيش الإنجيل آمين. يعني اسمع الكلمة وعيشها. ساعتها حسيت بالفرح لما صرت تعيش الكلمة تعرفتي على الرب يسوع شخصيا شخصيا. واختبرتي قوة روح القدس، اختبرته فرح أكيد. الرب، سلام الرب، أمين وصارت الحياة حلوة أمين أكيد وتحبي يسوع. أكيد.